إنكار القصف الإسرائيلي والغزو البري لمناطق القطاع خاصة في الجنوب، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد الشهداء إلى حوالي 17200 شهيد، وعدد المصابين إلى 46000 مصاب، وده منذ 7 أكتوبر الماضي. سكان قطاع غزة أكدوا أنه القصف استمر طوال الليل مع معارك مسلحة عنيفة في الشجاعية ومخيم جباليا للاجئين، بالإضافة إلى قصف في حي صبرا. هذه المعارك جاءت بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسمح بزيادة الحد الأدنى لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي لتجنب انهيار إنساني، وذلك بإدخال 120000 لتر بعد أن كانت 60000 لتر فقط. أيضا هناك تطور جديد من نوعه بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، وذلك للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. طبعا المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بتنص على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وبالتالي من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة لمناقشة الحرب في غزة بعد أن رفض 4 مشاريع قرارات منذ بداية الحرب، وتبنى فقط في منتصف الشهر الماضي قرارا دعا فيه إلى هدن وممرات للمساعدات الإنسانية في غزة. دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك أستاذ إيمان. أهلا. ماذا يعني هذا الإعلان أو هذه الدعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه؟ نعم، المادة 99 من الميثاق ترخص للأمين العام أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن أن مسألة معينة من وجهة نظر وتقدير الأمين العام للأمم المتحدة أنها تهدد السلم والأمن الدوليين. لذلك الأمين العام حين ينبه المجلس فهذا يعني أنه يطلب صراحة وبشكل قانوني وبشكل ميثاقي من مجلس الأمن وتحديدا رئيس المجلس أن يقوم مجلس الأمن بالاجتماع. والأمين العام للأمم المتحدة سيد جوتيريس ألمح وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية كارثية وأن كافة المنظمات والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في غزة أو من خارج غزة لا تستطيع الوفاء باحتياجات المدنيين الأبرياء العالقين أو المحاصرين في قطاع غزة. لذلك الأمين العام كان شجاعا محايدا ومنحازا لميثاق الأمم المتحدة، منحازا للقانون الدولي، وطالب المجلس أن ينعقد المجلس في جلسة بالتأكيد هي جلسة عاجلة لمناقشة التداعيات الإنسانية الكارثية الخطيرة الحاصلة الآن في قطاع غزة. هل يمكن التعويل بأي شكل من الأشكال على جلسة بهذا الشكل اللي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، وخاصة أنه في عدد من مشاريع القرارات رفضت داخل المجلس؟ الاتحاد الأوروبي اليوم ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي طالبوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديدا الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يدعموا ويؤيدوا المطلب المهم للأمين العام للأمم المتحدة. من المؤكد أن مجلس الأمن لن يتجاهل ولن ينكر هذه الدعوة التنبيهية التحذيرية من الأمين العام للأمم المتحدة، ويعني هناك ربما بعض الأمال أو بصيص أمل أن يمكن يصدر قرار من مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وليس فقط لأغراض إنسانية كما الهدن المؤقتة الإنسانية التي كانت مدة غير مرة، وإن كان الأمر في أوله وآخره يتعلق بإرادة دولة واحدة تعيق إصدار مثل هكذا قرارات، وهي الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الداعمة والمتآمرة والمحرضة على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. طيب إذا كانت الأمر برمته في يد دولة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم
بإسرائيل دعم مطلق وغير مشروط، كما أنها تستخدم حق الفيتو للقضاء على أي أمل في فكرة أنه يكون في أي تحرك من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لمساعدة الفلسطينيين أو حتى لوقف الحرب هناك. أهمية هذا القرار أو هذه الدعوة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وكيف يمكن أن تحرك أي ساكن في الفترة المقبلة؟ المدعي العام شأنه شأن الموظفين الدوليين للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر 2023 كلهم انحازوا للميثاق الأمم المتحدة، انحازوا للفلسطينيين، أكدوا على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، طلبوا وناشدوا المجتمع الدولي بتوفير وتسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والتمييز بين المدنيين وبين المحاربين وحماية المستشفيات والمساجد وهكذا. لذلك الأمين العام لا يستطيع إلا وأن يقوم بتفعيل المواد التي يعني كفلها له ميثاق الأمم المتحدة، ومنها هذه المادة التي نستطيع أن احنا نتحدث أن هذه المادة من المواد التي تكفل للأمين العام اختصاصات ومكنات وأهليات سياسية معينة. إن لم يقم الأمين العام بهذا المطلب المهم للمجلس الأمن لربما يعني تعرض لانتقادات من بعض الدول والشعوب والمنظمات، ولكن جوتيريس قال على نفسه إلا وأن يكون أمينا فعلا بحق الكلمة ومحايدا، وربما يكلف ذلك الموقف الشجاع الباسل للأمين العام للأمم المتحدة ربما يكلفه منصبه، كما حدث مع الأمين العام المصري بطرس بطرس غالي عام 1996 تحديدا حين فضح انتهاكات إسرائيل الصارخة المباشرة في مذبحة قانا، حملة عناقيد العنب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان 1996، ومن ثم إسرائيل أوعزت إلى حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حينئذ بطرس بطرس غالي. ربما يتكرر ذلك، وربما سمعنا المندوب المندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة يعني سب الأمين العام بأفظع عبارات القدح والسب، وشكك في حياد الأمين العام للأمم المتحدة السيد جوتيريس، واتهم جوتيريس بأنه ينحاز إلى الفلسطينيين على حساب إسرائيل. ربما كل الأحداث اللي بنشهدها على مدار شهرين في قطاع غزة وهذه الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل في حق القطاع وفي حق الفلسطينيين وكل اللي بيحصل على مدار الأيام الماضية هي مش بس انتهاك صارخ للقانون الدولي، دي مجازر وجرائم إنسانية ومحاولات مستمرة للإبادة الجماعية للفلسطينيين. هنا نتذكر، طب ما هي أهمية القانون الدولي؟ ما هي أهمية هذه المؤسسات الدولية على مسمياتها المختلفة، أمم متحدة داخلها مجلس الأمن، كل المؤسسات الدولية أو المؤسسات اللي بتحتكم إلى القانون الدولي، ما أهميتها؟ أستاذة إيمان أشكرك، سؤال مهم جدا. ليس العيب ولا العوار في القانون الدولي، العيب في النظام الدولي والعلاقات الدولية ومصالح الدول أعضاء الأمم المتحدة مع إسرائيل. القانون الدولي غير عاجز، بدليل أن الدول تستطيع أن تقوم بحظر كافة العلاقات التجارية والتعاون التجاري مع إسرائيل ولا تفعل، تستطيع أن تجمد علاقات معينة مع إسرائيل استثمار ولا تفعل، تستطيع أن تحظر الطيران الإسرائيلي من المرور في أجواء إقليمها أو حتى في الهبوط في مطاراتها، ولكن الدول لا تفعل. العيب ليس في القانون الدولي، القانون الدولي يرخص لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل أعضاء الأمم المتحدة أن تقوم بما يسمى بالتدابير المضادة، التدابير المضادة ضد إسرائيل، ولكن الدول لا تفعل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي.